معلش بقى، سلام يا اخويا، هرد لك المره دي. انا حاجزه مقابله بابا بقالي ساعات. حجزه؟ هو السيد الوالد بقى بالحجز دلوقتي ولا ايه؟ لا طب، بس انا عايزاه في موضوع مهم قوي. وانا كمان عايزه في موضوع مهم، وبعدين انا الراجل والكبير. لا 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 لا، انا ما بحبش الكلام الرجعي ده ابدا. انا الراجل وانتي الست والكلام الفاضي ده. وبعدين انا طالبه المقابله دي من ماما لان انا عايزاه في موضوع مهم وحساس جدا. تلاقيها اختك ساميه قال بتستأذن، ايه مؤدبه قوي وحساسه يعني. ادخل. ايه ده كله؟ ايه ده كله بيض وجبنه وعيش؟ ايه ده بيض؟ ايه ده مقلي؟ ما انا اصلا اشتغلت عندكم عبد السفرجي. معلش بس مش بعادة يعني يا سامية ان احنا نتعشى كده من غير بابا وماما. بابا هيتأخر وماما ملهاش نفس. خير؟ ماما ملهاش نفس ليه؟ اقول لكم وما تقولوش لحد. قولي قولي. سليم معانا يا رب. اعمل ايه بس يا رب؟ اروح فين واجيب منين من الواد ده؟ وبعدين بقى، وبعدين يا رب يا رب فك كربي، يا رب يا رب فك كربي يا رب. بصي تاني. يا لهوي يا لهوي. سامية. ايوه ماما. تعالي سامية افتحي الترباس المقفول، ابوكي جه. يلا بسرعة. يا رب يا كريم. مساء الخير يا سامي. مساء النور يا بابا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ ابدا يا بابا، بس كنت بخايف كم الجلابيه. ربنا يسعدك يا بنتي واشوفك في بيت عدلك قريب. لا يا بابا، لسه بدري قوي على موضوع الجواز ده، الساعه لسه 7. وبعدين يا بابا، مش المفروض يعني اخد شهاده عشان زي ما حضرتك عارف انا الوحيده في اخواتي اللي شبه تيتا مامة حضرتك، فيعني موضوع الشهاده هيعدل شويه الشكل يعني، اعمل توازن. يا ريتك تاخدي بخت تيتا يا بنتي، دي اتجوزت راجل عظيم. وبعدين الجمال مش بالشكل، الجمال بالروح والدم، وانتي خفة دمك مش في الدراسة بحالها. ايوه ربنا يخليك ليا. امسكي يا حبيبتي. ايه ده يا بابا؟ شوية حلويات يستاهلوا بقك، اتسلي بيهم مع اخواتك على ما ادخل اشوف ماما سايبها المغربية كانت مصدعة وحالها حال. يا خبر، معقولة للدرجة دي ماما تقفل الباب بالترباس علشان سليم ما يدخلش البيت؟ ما هو بصراحة زودها قوي بقى، بقاله شهرين ثلاثة كل يوم بيعمل مشكلة. ادخل. الحلو يا بهوات. ايه ده؟ ايه ده؟ إيه؟ هي ماما كانت عايزاكي ليه؟ عشان بابا جه. لا بجد؟ جايب لكم حاجات حلوة اهي، بسبوسة وكنافة. يلا كلوا، مستنيين ايه؟ احنا مش في الحلو، احنا في المشكله اللي هتقوم دلوقتي بسبب الاستاذ سليم. والله عندك حق، دلوقتي بابا زمانه مزاجه اتعكنن، ولا انا هعرف اقابله ولا انت هتعرف تقابله، وكله بسبب تسليم، وزمانه هو بيتصرح دلوقتي ولا عامل ايه. اطرد؟ بتقولي اطرد يا محاسن؟ ويا ريته اطرد على الساكت اللي عمل فضيحه لصاحب الورشه وكان هيفتح دماغه قدام الخلق كلهم. سليم؟ ايوه سليم يا سعابد، سليم اللي فاكر ان الدنيا كلها بتاعته، سليم اللي فاكر ان الدنيا ما تجيش غير بالدراع. لكن هقول ايه،
ما تأخذنيش في الكلام ده يا سعابد، ما تأخذنيش، يعني انت اللي وصلته للي هو فيه ده. انا يا محاسن؟ ليه؟ قصرت معاه في ايه؟ دلعته يا سعابد، دلعته، ملقاش قدامه اللي يديله بالكف على وشه لما يغلط، بالعكس كنت بتطبطب عليه وتهننه. سقط سنة؟ طب وماله؟ سقط التانية تتعوض. لما اتفقد فيه الأمل ورمى روحه في قلب الاستهتار، بقى عاوز يقعد تنبل كده والحاجة تجيله عالجاهز. ما انتش فاكر؟ دي تالت شغلانة يترفد منها في شهرين. مرة لما ضرب صاحب السوبر ماركت اللي قبل ان هو يشغله عنده بالتيلة، والتانية انت طبعا فاكرها لما عاكس بنت السمسار بتاع منشية البكري، والتالتة هو اللي عمله مع لوستا جابر. وهو فين دلوقتي؟ مش عارفة والله، ما اعرف هو فين، لكن اللوستا جابر عد عليا وبلغني واشتكى منه مر الشكوى. لا حول ولا قوة الا بالله، مش عارف اعمل ايه مع الولد ده، مش عارف، اطرده من البيت مستحيل. لو عارف ان عنده صنعة في ايده يكسب منها قرش وكانت تبقى مبلوعة، لكن ده خايف في كل حاجة، حتى لما حاولت اعلمه اللعبة على العود فشل وكان مخه اضخم من جسمه. ما تاخذنيش يا سعابت، المرة دي بقى، المرة دي لازم تقسى عليه بجد، لازم يتعود يشيل المسؤولية ما بيني وما بينك وما بينه هو كمان، لازم يتعلم ويعرف ان اخواته البنات محتاجين تقولهم ذهب، وغلبت اقول لكم الكلام ده ليل ونهار ومحدش بيسمعني. اسمع يا سعابد، انت مش هتنام الليله دي الا لما تلاقي لك معاه حل. هو حل واحد وملوش تاني يا بنت عزيز. عارفاه يا بابا. بسم الله ما شاء الله، عارفاه يا بابا. تكونش بقيت وليه من اولياء الله الصالحين ولا مكشوف عنك الحجاب؟ ما انت عارف يا سي احمد، بنتك ربنا يحميها، في عمار بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى. اسكتي يا عزيزه، نقطينا بسكاتك، مش كل شويه راجي راجي راجي. انا عايز اسمع ايه اللي في دماغها بالظبط. بابا انا مخي مش راكن للدرجه دي، انا عارفه ان الحل هو الشغل. بقى الحل هو الشغل؟ معلوم طبعا. حضرتك يعني فكرك ان انا مش حاسه بالظروف اللي احنا فيها؟ بابا انتوا كتر خيركم، كبرتوني وعلمتوني وخليتوني بني ادمه، وجي الوقت دلوقتي بقى اللي انا لازم اشتغل عشان اساعدك واساعد نفسي كمان. براوة، حلاوتك يا انشا، والبوين الحلوين بقى دولت اللي زي البلسم، باذن الله هيفكوا ديتنا ولا هيعوضونا عن اللي فات. بابا انا الشهاده اللي معايا مش بسيطه، انا اقدر الاقي ان شاء الله بدل الوظيفه واحده اتنين وتلاته. سمع يا عزيزه، سمع بنتك اللي بتقول اللي بينها وبين ربها عمار بتقول ايه؟ ايه اللي في دماغك يا راجل؟ ما تتكلم دغري بدل النقوزه الفارغه على البنت دي. الست مسينه فاكره نفسها هتشتغل وزيره ولا مديره، مش عارفه ان لو حظها حلو هتشتغل ب 30 ملطوش في الشهر بكتير. وماله يا راجل؟ اهي نعمه، قرشها على قرشك تتعدل. تصدقوا بالله، انتوا الاثنين عقلكم اصغر من عقل العصفوره. انا ماليش عارف هتفوقوا امتى بقى وتبصوا فوق للعالي، تعيشوا زي الناس اللي عايشه ومتهنيه. بابا انا مش فاهمه حضرتك تقصد ايه. حضرتك اقصد ان انت كنز، كنز كافيين عليه مابور، بنهننه وبندلعه وبنخزنه لحد ما يجي الاوان ويجي اللي يدفع فيه اعلى سعر. تكونش فاكره يا بت ان انا كنت بقطع من لحم الحي ده وعلمك واصرف عليكي علشان في الاخر تروحي تشتغلي لي ب 30 ملطوش؟ لا يا عينيا، ده انا عينك للكبير، للكبير قوي. تكونش مربط لها على وظيفه؟ ايه انت هترجعي تاني تقولي لي وظيفه يا ست؟ انت انا حكايه الشغل دي مش في دماغي خالص. امال كنز ايه اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ كنز جمالك يا قمر، اغلى كنز عند الحريم، وده احنا ولله الحمد زيناه بالعلم وبالشهاده الكبيره اللي تسوى وتستاهل. نتقل بقى لحد ما يجي اللي يستاهله، اللي يتقله بالذهب، اللي ينقلك وينقلنا معاك للدنيا الملعلعه بحق وحقيقي. كلام ايه ده يا راجل؟ تكونش بتفكر تجوزها؟ وما فكرش ليه يا ام حسين؟ والنهارده قبل بكره. بابا هو انا في حد متقدم لي؟ الف من يتمناك يا بنتي، مش الف، مليون. بس احنا بقى ما نستعجلش، نخطط كده ونرتب ونهندز لحد ما يجي العريس اللقطه. يا سلام، سيبوني انا بقى واصطاد لكم الصيده اللي على حق. انا لو تكتكت هرملكم شباكي في بحور الخير، وانت عارفه جوزك لما يتكتك ما يخيبش.
صعب جدا، صعب ان انا انسى وجيه. لازم ارد عليها رد عنيف. وايه بقى الرد العنيف اللي انت ناوي ترده؟ راجل ايه عقله بلاش جنان، انت فاضي عشان تدخل في صراعات من النوع ده؟ لازم اذلها يا وجيه، لازم تعرف ان انا من غيرها بقت احسن بكتير. الحمد لله ربنا خلصني من زنها ومن تصرفاتها السخيفة ومطالبها اللي ملهاش حدود واللي مفيش أي راجل كان ممكن يستحملها. الحل الوحيد إنها تعرف إن أنا كل يوم بقيت مع واحدة شكل. حلوة دي. أهو الاقتراح ده أنا موافق عليه وبشجعك من كل قلب. بس المهم بقى تاخد الحكاية جد مش كلام. طبعاً بجد. دول أكتر من الهم على القلب. وساعتها هتعرف انها بالنسبه لي ولا حاجه، كانها كانت اكله ونفسي فيها ولما دقتها لقيتها مره، وعشان كده لا يمكن اكرر واكلها تاني. كلام لذيذ ومريح للاعصاب. وهي نعم ربنا مالي الدنيا من حوالينا. دوق يا عم على مزاجك بس عالطياري، اوعى تدبس نفسك في عزومه رسمي. ها فهمني، سيب كل حاجه لوقتها واجيها. على فكره انا عندي لك اخبار تجنن. لقيت لي شقه؟ يا دي الشقه اللي واكله لك مخك. لا يا سيدي، انا عندي اللي اغلى واهم من الشقه. عندي شركه اجنبيه لو كسبناها هنسوي الهوايل. انا معتمد عليك، انا عارفك في اللغات باراباند. ها اي اعذار بقى مش هقبلها. المستكاوي الوحيد اللي بيزاحمنا في السوق. لو عارف ان احنا كسبنا الشركة دي هيطب ساكت من طوله، ونبقى خلصنا منه القديم والجديد. مساء الفل يا عم سليم. يا دوح ازيك؟ ازيك كده يا زلمة؟ بخير يا ابو شامة. بقولك ايه، ما تيجي نضرب فنجانين قهوة كده مع بعضينا؟ لا مؤاخذة، عندي مصلحة اخلصها وبعدين. بقولك ايه، نعم. انا نفسي امد حد الوصال بيننا وبين بعضينا، يعني انت ما تعرفش معزتك عندي. وانت كمان معزتك حلوة قوي، انت عارف يا دوحة. خلاص يا عم، يبقى ليا عندك واحد شاي وانت لك عندي موضوع نفتحه. بقولك ايه؟ أؤمر. المحبة بالمعاملة مش بالكلام. يا عم في ايه؟ ما انا عارف الكلام ده. ليلتك قشطة. ايه ده؟ ليلتك زي اللبن الحليب. إلا المرة دي يا سليم، النبادي زادت وغطت على كل اللي قبلها. أو اسمعني، انت طول عمرك طيب وقلبك حنين. يابا انا ما غلطتش لما اقذف الوسطى جابر كده لله في لله ابدا. يابا انا انت عارف ان ابنك ده محامي، ولا مؤاخذه انا ما اقبلش حد يدوس على كرامتي. يعني الناس دايما غلطانه وحضرتك ما بتغلطش ابدا، ملاك. لا ابدا يابا، الانسان مننا خطاء. بس اسمع الموضوع يابا واحكم في الاخر. انا صحيت الصبح المؤاخذه دخلت اتشطفت، وبعدين ضربت بق ميه من القله اللي امي حاطه فيها موارد اللي على الشمال دي، ولبست هدومي ورحت نازل الشارع، وضربت سندوتشين فول ورحت داخل الورشه لابس العفيطه بتاعتي وابتديت الشغل. ببص كده لقيت موتور بتاع زبون، قلت ادي اشتغل فيه قبل ما اللوستا يجي. دخل عليا الواد بيستم صاب اللوستا جابر قد كده شبه عقله الصباع بالظبط، وقعد يديني في اوامر. قلت له يا ابني اسمع اسمع يا ابني، انا دم حامي ومش عايز حد يكلمني على الصبح اي كلمه. الواد قعد يديني في اوامر يقول لي اعمل ده وما تعملش ده. قلت له بص انا ما باخدش اوامر غير من لوستا جابر. لوستا جابر ده كبير القعده وكبير الورش، هو اللي يامرني وهو اللي يقول لي. دخل لوستا جابر وسمع نص الكلام، مش يقف جنبي وينصفني يابا، لا قعد يهني ويهين كرامتي ويهين قيمتي قدام الناس. يا اخي اتوكس عليك وعلى كرامتك وعلى قيمتك في يوم واحد يا موكوس. وبعدين معاك يا محاسن. محاسن؟ ايه واد قله الادب انت بتندهلي باسم يا كذاب يا كذاب. الحقيقه اللي على اصولها عرفتها من الراجل اللي انت حرقت دمه. يا واد انت فاكر نفسك بني ادم الناس تحترمه وتراعي مشاعره واحاسيسه؟ لا، انت لو بني ادم بصحيح كانت الناس تحترمك وتعمل لك سعر، لكن البعيد انت بني ادم زي الزفت وتصرفاتك كلها زي الزفت، واخد لي الدنيا عضلات وفتونه ودرع وبس. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يا حبيبي، مش ده لو كنت مؤمن بصحيح؟ قول لي بقى يا سبع البرومبا، قول لي يا حبيب امك هتعمل ايه بعد ما اتطردت من شغلك لتالت مره؟ اظن هتقعد وترنخلي في البيت وتاكل وتلغ في الاكل زي تور الله في برسيمه. هعمل ايه يعني؟ ربنا يخلي لي ابويا،
عمره ما حرم لي في حاجه في يوم من الايام. ايوه يا حمي، ايوه مني بقى الحبتين وشويه، ابوس ابوك بقى واعمل شويه. خلاص بقى يا محاسن، ما باليد حيله، هنعمل ايه يعني؟ لا، من بكره لازم يعتذر للاستاذ جابر ويبوس ايده ويستسمحه انه ينزل شغله، فاهم يا ولا لا؟ لا يا اما، لا يا اما، سليم عابد لا يمكن يعتذر لواحد زي ده. انا ممكن استعمل اي حاجه في الدنيا، الجوع، انما حد يذلني ويذل كرامتي اهو ده اللي لا يمكن ابدا، وهي دي اللقطه. لا مؤاخذه يابا، عشان انت عارف ان ابنك ده محامي، فممكن الخبط في الكلام، اسمح لي يابا اخش اوضتي. شوف شوف يا اخويا الواد بيكروتنا ازاي. ايه يا سعاد، انت هتسكت له؟ هتقفل الموضوع على كده وخلاص؟ خلاص بقى يا محاسن، خلاص، ده مهما كان ابننا اهو يقعد ياكل لقمته لحد ما نشوف له حل. مش هيسد في اي حاجه، ده اخد على الدلع والبوظان وبس. يا محاسن، انا لا يمكن اسيبه يجوع في الشوارع وينام على البلطجيه. تعالي معايا نصلي ركعتين لله وندعي ان ربنا يهديه. الله العظيم يا رب، انا متوديه، هحصلك نصلي سوا. استغفر الله العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم. يا رب انت فهمني، انا ام هقول ايه؟ بس ما اقدرش اقول غير ان ربنا يهديك يا سليم. منك لله يا سليم، عكرت مزاجك كله وكهربت الدنيا النهارده. بقولك يا بنت انتي، حط لسانك في بقك وخدي بالك من اللقطه دي. ايه ده، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ معقوله اختي الصغيره تكلم اخوها الكبير بالشكل ده؟ الكبير والصغير مش بالكلام يا سليم، بالتصرفات. يا عاقل انت، لا وهادي، كره تجيلك على صدرك وتروح متمطع فيها ومدخلها الجول. يا حبيبي هتتمنظر عليا ولا ايه؟ بقولك ايه، النهارده انت بوظت الدنيا وما خليتناش نعرف نكلم بابا ولا نطلب منه اللي احنا عايزينه. تكونوش فاكرين نفسكم انتوا بس اللي نجحتوا في البلد، ولا القطه مش مصدقه انها نجحت في الثانويه العامه؟ لا، انا سقطت مره بس نجحت التانيه، حطيت عقلي في راسي وركزت في مستقبلي. بكره تعرفوا، بكره تعرفوا كل حاجه وتسمع اخوكم الكبير. انتوا فاهمين ايه؟ انتوا فاهمين غلط. تعليم ايه ونيله ايه يعني؟ اللي هم اتعلموا خدوا ايه من التعليم؟ لا مظبوط مظبوط يا سليم، على قولك انت صح. والقطه بقى نفسها في حاجه قبل ما تنام؟ نفسي في 200 جنيه. انت اتجننتي؟ ليه يا بنتي؟ هو ال 200 جنيه جنان دلوقتي؟ اه، دول كامل الجنان. عايزاني اروح الجامعه بنفس اللبس اللي كان عندي من 3 سنين؟ يا حبيبه قلبي، قوليلي كده، قوليلي ان انت عايزه ال 200 جنيه تشتري بيهم لبس جاتك 200 عفريت يركبوكي. ده يا بنتي اقل من اللي هتشتريه هاله واماني ونفين كريم. وهي سوسو ولولو وتوتو صحابك دول ابهاتهم بيشتغلوا ايه؟ اه، تلاقي واحد فيهم مدير بنك والتاني صاحب مصنع والتالت حرامي، لكن انتي باباكي موظف على الدرجه الخامسه بقاله 7 سنين، يعني ظروفه غير ظروف ابهاتهم. ماما وبابا عاملين حسابهم لظروف زي دي، وبعدين هما كانوا بيعلمونا ليه ودخلونا الجامعه يعني؟ لان بابا مؤمن باهميه التعليم كالماء والهواء. يا سلام، بأمارة سليم يا اختي. لا، سليم ده وضع خاص والمفروض ان انتي ما تبصيلوش. بصيلي انا، انا اهو قدامك شاطره ناجحه، دخلت الجامعه من قبلك وما طلبتش من ابويا وانا داخله الجامعه مش 200 جنيه، ما طلبتش 2 جنيه حتى. طب ما انتي عشان شاطره وهبله وعبيطه ومش عارفه ان الدنيا ماشيه دلوقتي بسرعه الصاروخ. يا حبيبتي، مش المفروض ان احنا نشوف الدنيا ماشيه ازاي وبتتغير ازاي؟ المهم نشوف ظروف اهالينا بتتغير لايه. كلام الخايبين بقى بتوع النكسه بقى واللي جابوا لنا البلاوي كلها. يا رب يا رب ارحمنا بقى من الفقر واللي عاشقينه بقى. اتفضل يا ستي. الله، ايه يا مدام، الحساب فيه حاجه غلط ولا الايراد مش عاجبك؟ ابدا يا بنت، مفيش حاجه، كشف الحساب صح وفلوس الايراد مظبوطه بالقرش. طب الحمد لله، طمنتيني، ده انا قلبي وقع في رجليا. امال في ايه؟ مالك، ايه حكايتك؟ وشك متغير كده ومش عاجبني. طب ده انا قلت انك المره دي هتفرحي وهتزقططي لان ايراد الاسبوع ده زي الفل، بسم الله ما شاء الله. انا اصلي بفكر في الاسبوع اللي بعده والشهر اللي بعده والسنه الجايه. ايوه بتحسر يا بنتي يا رباه، كل ما افكر في الايراد اللي هيخس النص ويمكن اكتر. يا مدام افتكر الخير امال. يا اختي، والخير هيجي منين بس يا بنتي يا رباه؟ ما خلاص العقده اتحطت في المنشار
وجيراننا يا اختي دلوقتي بيظبطوا ويوضبوا ويهندزوا. انت عارفه يا بنتي يا رباب، اهو الايراد اللي انت بتتكلمي عنه ده وشايفاه اخر من جهه يا دوبك بيغطي مصاريفكم والتكاليف التانية، وبتطلع منه حسنه قليله تسد العوزه. انما لو الايراد ده هاستك للنص يبقى لازم هقفل الكافيتيريا بالضبه والمفتاح. ما تقلقيش خالص يا ست الكل، زبايننا اصلا لا يمكن يبعدوا عننا ويقطعوا رجلهم عشان حته كافيتيريا فتحت جنبنا. تفتكري يا بت؟ طبعا. وبعدين الرزق ده اصله بتاع ربنا، ربنا وحده هو اللي بيرزق. امال انت فاهمه ايه؟ انا عايزاكي تطمني خالص وتنسي كل اللي انت بتفكري فيه ده. خايفه يا بت يا رباب، كل ما احس ان الفقر قصادي قلبي بعيد عنك بيتلبش واحس انه هيوقف واعصابي كلها تتشد، وارجع اشوف قصاد عيني كل الايام السودة والليالي الصعبه اللي عشتها، وارجع افتكر كل المرمطه اللي شفتها. ادعي انت بس كده من قلبك ان ربنا يبعدها عنك وما يعيدها تاني يا رب. يا رب ما يحسش بقيمه النعمه الا اللي اتحرم منها وبيحلم بيها مع كل طلعه شمس. طب لعلمك بقى، انا قلبي حاسس ان اللي جاي هيبقى احسن من اللي فات 100,000 مره. صدقيني ربنا لما بيعوض بيعوض بالاحسن وباللي يفضل لنا على طول. يا رب يا اختي، نفسي ابطل خوف من بكره، نفسي. غلط يا سيدة عمران، اللي بتفكر فيه ده غلط. انك تتحايل عشان تاخد اعفاء من الجيش ده غلط وجريمه يعاقب عليها القانون. ايه الله، ايه يا عم نبيل حلواني، جريمه مره واحده ليه؟ اكونش قتلت قتيل او نهبت نهيبه؟ ايوه طبعا دي جريمه، جريمه ويعاقب عليها القانون كمان. انا مش فاهم بس انت بتهرب من الواجب المقدس ليه؟ الواجب المفروض علينا كلنا دلوقتي بالذات في الظروف اللي بتمر بيها البلد. قصدك يا نبيل يا حلواني دخولي انا الجيش هيزيل اثار العدوان؟ يا سيد يا عمران انت مش فرد، انت رمز للمجموعه، الناس اللي بتجري ورا شهواتها ومصالحها وبس. انت بتفكرني بايام الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت الناس بتقعد في بيوتها وهو ينزل يحارب. الله، يا نبيل حلواني انت شويه تكفرني يا حبيبي. ولا بكفرك ولا حاجه، هو بس الفكره انا بقول لك ان في تصرفات الفرد ساعات بتنعكس على المجتمع ككل. انت صعبان عليا قوي يا نبيل. انا برضو اللي صعبان عليك. ايوه انت واحد من الضحايا اللي وقعوا في شبكه البيانات والتصريحات الضخمه والكلام الجامد والصوت العالي، الا ودققت فيه لحظه بعقلك هتكتشف ان كله كلام ملهوش معنى ولا قيمه. صدقني نبيل الحياه جميله ولازم نعيشها من غير ما نعقدها، والطموح من غير حدود، والعمر قصير قوي، كل دقيقه، مش كل دقيقه، كل ثانيه لازم الواحد عشان يحقق فيها حاجه. سيبك من التفكير في الكل والواجب والفداء والوطن، ولازم ايه الفرد يدوب في كيان الوطن. فرد ايه اللي يدوب في كيان الوطن؟ هو شويه سكر هتدوبهم في كوبايه شاي يا نبيل؟ فكر في نفسك، سيبك من الشعارات، اعمل حاجه تغير بها من مستواك. عجبك العيشه اللي انت عايشها دي؟ شويه رسومات كتب للاطفال ها يا دوب يدخلوا لك ملاليم بالعافيه تاكل بيهم عيش وطعميه، وممكن ما تجيبش تعرفش تجيب عيش تاكل طعميه تحرق بيها صدرك. يا سيد اجمل حاجه انك تاكل من عرق جبينك، ان شاء الله حتى لو عيش وزلط. عيش وزلط؟ ما انا باكل من عرق ايه؟ ما من عرق جبيني برضو، انا بعرق بس لازم يكون عندي فكر، لازم افكر هعرق لايه وهعرق لمين. تعرف انت لو عندك شويه تفكير تعمل زيي، تعالى ايه رايك؟ انا مستعد اكلم لك اخويا في المانيا. انسى يا سيد، انا بحب البلد دي ومش هخرج منها ابدا لحد ما على الاقل احس ان انا اديت واجبي تجاهها. نبيل يا حلواني ربنا يشفيك. صباح الخير يا عبد الهادي. اهلا 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 يا استاذ احمد، ابن حلال مصفي ودايما توصل في ميعادك. اوصل يا ابني. انا لسه خارج بالبيت دلوقتي. ايوه انا اصلي محتاج لك. ايه خير في حاجه؟ مزنوق في شقه لوكس اللوكس لواحد زبون لقطه على كيفك. اتكل على الله، انت كل زباينك كحتي ولا واحد فيهم بيدفع مليم ابيض. لا 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 لا، المره دي برقبتي، ده زبون واصل. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ جد الجد. لا اذا كانت الحكايه كده بقى يبقى تعالى دلوقتي عزمني على فنجان قهوة سادة وشيشة ونتكلم في الموضوع. من عينيا تعالى. بقول لك ايه ماما، من النهارده هحط نقط على الحروف. نقط ايه وحروف ايه؟ اهدي، لا يكون ابوكي طالع يسمعنا تبقى مصيبة. بقول لك ايه، خليه يشيل فكرة الجواز دي من دماغه خالص. عجايب. هي ايه دي العجايب؟
أول مرة أشوف واحدة متعلمة زيك وفي سنك ورافضة الجواز. أنا مش هتجوز بالطريقة دي، لا هتجوز عن طريقك ولا عن طريقه، هو أنا بيع وشروة ولا كده زي ما قال امبارح؟ كلامك وحمقتك دي وراهم حاجة. ما وراهمش حاجة، بس كلامي معناه إن أنا مش هتنازل عن كلمة من اللي أنا بقولها. بوسينة، أنا حاسة إن في سر ورا شعلالتك وحمقتك دي. سر إيه ماما؟ بوسينة يا حبيبتي، أنا أمك، لازم تصرحيني. ما اقدرش اروح اقول لابوكي لا كده، ده يسود عيشتنا ويعيشنا في جهنم. لازم اقول له سبب الرفض، انت عارفاه مش سهل ابدا ان اقول له لا. مخبيه ايه يا ابو سينا؟ حد يشغل عقلك؟ شغل عقلي بس ده شغل قلبي وعقلي وكل كياني. بتحبي ولا يمكن اتخيل راجل غيره يملى حياتي ولا اديله نفسي. قولي بقى ان هو مهندس وصاحب املاك وعنده عزبه، طب الناس الهايلايف دول استبطهم منين بقى؟ ده واحد من طرف سيد منصور ابن خالي، ما انت عارفه، اصله من سنه اشتغل في القنده من القندات الهايلايف دول وبقى له اصحاب بقى ايه درجه اولى. ايوه بس زي ليه عايز حاجه على ابوها؟ يعني عايز شقه واسعه كده ومريحه وفي حته الف فرانك وثلاث اربع مطارح ودورتين ميه على الاقل وش سخن وش بارد والحركات دي بقى. قدها وقدود يا استاذ احمد، امال احنا قصدينك ليه؟ ولا مش متيسر لك؟ مش متيسر لي ده ايه؟ وانا عندي حاجه صعبه نسالهم فيها، يعني ان احنا هنقول شويه وقت. لا خد وقتك زي ما انت عاوز، الراجل لسه قدامه اسبوع هيشطب حاجته في بنها ويجي هنا يستلم الشغل في الوزارة. ماشي يا عم عبد القادر، بس على الله بقى ما يلبطش معانا في السمسارة بتاعتنا ويعمل علينا فيرود. يا عم أحمد، يا عم أحمد اللي هتعوزه هتاخده على داير مليم، دول ناس هبشين وواصلين بالجامد قوي، هيأثر معاهم الملاليم اللي بتطلع لي ولا اللي بتطلع لك. دول العالم اللي حاطين البلد في جيوبها يا عم أحمد. أش انت بتحلي صوتك حوالين عالم لابس والروح من الزيت داهيه. يا باي ده انت سازك سزاجه. انا نايم والموضوع ده بشوفهولك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حكايه لا كانت على البال ولا على الخاطر. ماما انا كنت صريحه معاكي وقلت لك كل حاجه، وبعدين انا مش محتاجه اخبي اي حاجه لان مفيش حاجه اخجل منها. بس الموضوع فيه مشكله. مشكله ايه؟ بابا عايز يتجوزني لحد تاني؟ لا يا ابو سينا، حتى لو ما كانش عنده حد تاني، الولد اللي بتحكي عنه ده ظروفه صعبة ومش جاهز. يا ماما ده وعدني امبارح انه هيكلم ابوه. هيكلم ابوه يقول له ايه؟ يا بابا انا بحب زميلتي وعاوز اتجوزها؟ ماشي، كلام حلو وجميل. ابوه هيعمل له ايه؟ وانتي بتقولي ان هما ناس بسطة وعلى قدهم. يا سلم، هو احنا يعني اللي اتولدنا في بقنا معالق ذهب؟ ما الحال من بعضه. بس انتي البنت والراجل مسؤول على انه يدفع ويشتري. تاني يا ماما؟ تاني هنتكلم في حكايه البيع والشراء دي تاني؟ يا بنتي ما تتعبنيش وتقولي لي كلام انا مش فاهماه. الجواز ده محتاج مصاريف بالزوفه، يعني مهر وشبكه وشقه، غير كمان ان هو يبقى عنده شغله مستقره عشان يقدر يفتح بيها بيت. ماما ما فيش حاجه بتحصل بين يوم وليله، وبعدين سلم مستقبله كويس قوي. بصراحه بقى انا كمان ناويه اساعده وايد على ايد تسقف عشان خاطري، عشان خاطري ساعديني في الموضوع ده. يا حبيبتي عاوزاني اعمل لك ايه بالظبط؟ عايزاكي تحاولي تقنعي بابا ان سلام لما يجي يتقدم له يعني يديله فرصه لحد ما يقدر يبني نفسه. اهدى اهدى، بسم الله ما شاء الله. صاحي من بدري وقاعد على السفره تفطر يعني؟ انا اللي قومته ونحررته يقوم ويسعى، مش لازم يفضل عاطل ولو اسبوع واحد، فاهم؟ اسبوع واحد هيحصل ان شاء الله. امال فين بيت الشعب؟ سحر يا بابا ما بتصحاش غير الساعه 9 العصر. وسلام؟ سلام يا حبة عيني نزل من نجمة يقابل شوية من أصحابه يشوفوا موضوع التجنيد، ربنا يوفقه وينجيه، هلك روحه لغاية ما خد الليسانس وبقى بني آدم. سمع يا اللي في بالي؟ بقى بني آدم. الحمد لله. ما لسه بدري، ده انت ما كانتش غير 5 رغيفة و 12 طعمياية. الحمد لله. خدها بس عشان الطريق. بعد اذنك يا والدتي. عايز حاجه مني؟ مع السلامه يا ابني. بعد اذنك يا والدتي. مع السلامه يا حبيبي. انت زعلان منك. بصي اهو هو ده اللي فلع فيه. بعد اذنك يا والدي، بعد اذنك يا والدتي.
مش هتبطلي بقى تكوني قاسي عليه؟ الولد محتاج اللي يشجعه ويفوقه لروحه، مش اللي يديله بالدبش على دماغه في كل ثانية. بعد إذن حضرتك يا باب، بالهداوة على ماما شوية، مش هيبقى حضرتك واخواتي والزمن عليها. ماما ما قصدتش حاجة خالص بالكلام اللي قالته عن سلام، لأن ملوش علاقة بسليم. لا أنا أقصد بقى يا سامي. محاسن، أبوس إيدك، أنا مش عاوز وجع قلب على الصبح، مش هنعيد الزعابيب بتاعت ليلة امبارح. خلاص. ايه يا بابا؟ انا ايه؟ انت لسه ما اكلتش يا حبيبي؟ لا خلاص، اصلا انا اتاخرت وعاوز الحق مواصله بسرعه. ترجع لنا بالف سلامه ان شاء الله. بقول لك ايه؟ سلمي لي على سحر وبوسيها وقولي لها تصحى بدري عشان اشوفها واعرف اخبارها. ان شاء الله يا بابا لما تبقى تصحى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبركاته. لا اله الا الله، محمد رسول الله. تعيطي ولا تتعبي عشان ضغطك ما يترفعش، ولما بتتعبي انا اللي بتعك في شغل البيت لوحدي. اعمل ايه بس يا سامي؟ انا الوحيده اللي في البيت ده بهري وانكت في نفسي، وانتوا كلكم حاطين ايديكم في الميه البارده ولا على بالكم. يا حبيبه قلبي، انا عايزاكي تبصي للحياه من منظور بامبي او وردي او كل الالوان الزاهيه. بصي للحياه من منظور راسي مش افقي، من منظور الهاي انجل. فرفيشي كده وانبسطي وفرحي. طب ما انا عندك اهو. يوجدك ايه يا سامي؟ انت الوحيده اللي في وسط الغم ده بتعرفي تضحكيني. تضحكي ما حدش واخد منها حاجه. كلي يا ماما كلي، بس بعد ما تاكلي مين اللي هيشيل الاطباق؟ ما قدرتش افتح معاه ولا كلمه. معقوله يا سلام؟ انا عايز اعرف انت لحد امتى هتفضل تضيع مننا الفرص؟ انا كده محطوطه في مأزق ملوش حل. صوتك مش عاجبني. ايه ضغطوا عليكي مش كده؟ وبشكل مباشر. انا كل اللي طالبه هو ان انت تيجي تتكلم مع ابويا وتفتح معاه الموضوع بسرعه. بسرعه ازاي؟ بس بسرعه ازاي؟ حتى لو اتكلمت مع ابويا وافق، واتكلمت مع ابوكي وسمها لي، تفتكري في حاجه ممكن تحصل بين يوم وليله؟ انت ناسي ان انا بعد كام يوم هقدم نفسي للتجنيد، وربنا يعلم ايه اللي ممكن يحصل في الجيش. في ايه يا سلام؟ ليه كلامك ونبرة صوتك فيها يأس؟ مش يأس يا حبيبتي، مش يأس، بس أنا اتصدمت بالواقع. اكتشفت إن مصيرنا مرتبط إن إحنا نخش الحرب وننتصر وبعدها. أنا مش محتاجة غير كلمة واحدة تربطني بيك، بعد كده أستناك العمر كله. سنة قلتها لك من زمان. المهم هم اللي يسمعوها ويقبلوها منك. سلام عشان خاطري أنت لازم تساعدني. أنا حاسة بخوف وقلق، خوف ملوش أي نهاية. باشا باشا، ايه ده؟ سلطان سليم الأول، ايه ده؟ أنست وشرفت. اقعد حضرتك. خليك يا باشا. قط مد ايد. لا يدوم عزك يا باشا. عيب يا جدع. الله، عيب. انت عامل تكليف ولا ايه؟ اشرب اشرب يا حبيبي. تصدق انت وحشني وهافف عليا من الصبح. الله يكرم اصلك يا باشا، والله انا جاي لك وكل املي ان اغسل كل همومي على عتبتك. حسيت بيك من اول ما جيت. مش هو ده سليم اللي الضحكه ما بتفرقش شفايفه؟ الدنيا غداره يا باشا، بتطحن في ثانية أجدعها ضحكة. شوف يا سليم، الدنيا دي زي الست الحلوة، تلاغيها بأمل وصبر تلاغيك وتنعش قلبك بالخير. اطمن يا حبيبي، اشرب انت واطمن. حل المعضل بتاعك عند أخوك، إن شاء الله خلصهولك. اطمن وصدقني، مش عارف ليه كده حاسس إن انت آدم خير عليا. وشك حلو يا سليم. ياني هالي ياني هالي يا حبيبتي، ركزي معايا وفتحي مخك، اعملي معروف. يا فندم انا كلي ملكك مش مخي بس. المرحله اللي جايه دورك هيبقى فيها خطير جدا ومهم، يمكن يبقى في حجم دوري انا شخصيا. معقول يا فندم للدرجه دي؟ ايوه دي حقيقه. مجموعه شركاتنا بتتعرض لمنافسه شرسه في السوق، اي صفقه هنخسرها
معناها مصيبة كبيرة، وأي صفقة هنكسبها هتخلينا نعدي اللي قدامنا بمراحل وبدرجات. مفهوم يا فندم. وأخطر منافسنا عبد الوهاب المستكاوي. أهو أنت كده بقيتي معايا على نفس الخط. كل صفقات الاستيراد والتصدير اللي جاية هتبقى مع أجانب أو شركات أجنبية، وأنت فاهمة بقى الأجانب دول لهم معاملة خاصة. معاملة خاصة جدا. فهماك يا فندم، فهماك قوي. طيب على خيرة الله، روح انت بقى جهزي الجواب بتاع الشركة الهولندية لغاية ما اتكلم. اوكي يلا. ايوه مين؟ حبيبي انور، ازيك؟ انت سافرت ولا ايه؟ بنها. تسلم بقى مهمتك وتيجي بالاخر سفرية يعني. طيب يا حبيبي. لا بجد وعدوك الشقة تتحل مشكلتها، ده جميل جدا. انا مستنيك على احر من الجمر. ايوه عامل لك كام قعدة، عايزين بقى نصهلل ونفرفش. هخليك تنسى غادة فتحي والاجدع من غادة فتحي كمان. كنت فين يا ابني؟ اتاخرت كده ليه؟ كنت بقضي امر التوريد واجيب الشيك بورشه للصابونده. طب اطلع، الحاج عايزك فوق. حاضر يا استاذ مدحت. يا الف اهلا وسهلا يا عم عادل. ازيك يا ابني وازاي احوالك؟ الحمد لله يا سيدي الناس. أنا سمعت الأخبار الحلوة عن ولادك، نسبة النجاح 100%، إن شاء الله دايماً كده في تفوق ونجاح. متشكرين يا ابني، دايماً طول عمرك أنت وأبوك سباقين بالخير. الله يخليك، بس أنت ما تعرفش معزتك عندي قد إيه، ويمين المصطفى، أنت أغلى الناس في قلبي. مدحت عشت يا ابني. مدحت نعم يا يابا. أنا مش عارف أنت بتغطس من قدامي بتروح فين. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً يا سعابد، إزيك يا سيدي الناس؟ أهلاً بيك. كنت عايز فين يابا؟ خد الشيك ده وارجع بيه لورشة بندق. قول له المبلغ اللي مكتوب في الشيك ناقص 5 بواكي، وان اتفاقنا ما كانش اتفاق عيال. يعني قطع الشيك ده واكتب لك شيك بالمبلغ كله اللي اتفقنا عليه، يا اما قسما عظما هروح ارجع بضاعتنا من عنده. حاضر يابا. لا مؤاخذه يا عم عابد، انا كان نفسي اقعد معاك كتير، لكن الجايات اكتر من رايحات. ان شاء الله يابا. بعد اذنك. مع السلامه حبيبي، الف سلامه. اهلا وسهلا يا سعاده. اهلا بيك. اظن بقى ما اتاكدت ان وشي حلو عليك. انا اللي جبت لك الخير من اوسع الابواب. مظبوط يا حاج اباظه، ربنا يجعلك دايما ادم الخير في كل وقت. عن اذنك. على فين يا سعابد؟ هطلع بقى. وده يصح برضه، مش الاول نشرب الشربات. يا سيدي كاني شربته، اصل تعبان شويه وعاوز ارتاح. سلامتك من كل شر. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا راجل يا طيب، بقى ده اللي شغلك ومطير النوم من عينيك؟ انا لا مؤاخذه ما احبش اللي يدوس على رقبتي. انا مش شويه يا استاذ، انا جوايا كتير كتير قوي، ولا مؤاخذه بتخنق بسرعه. معاش اللي يقول عنك شويه. الله يا سليم، ده انت حاجه كبيره. انا اللي اعرف قيمتك كويس قوي. ما تقلقش يا حبيبي، حط في بطنك بطيخه صيفي، شغلتك عندي. ريحت قلبي. الهي ريح قلبك. انا هدي لك عنوان تعدى عليا فيه بعد يومين ثلاثه، تكون الامور اترستقت، وبدل الشغلانه هتلاقي اتنين. ايدك يا بوس. يا جدع استغفر الله العظيم. الله ما تحملنيش ذنبك. امال طمني بس الاول. رقبتي. اوعى تكون من الناس اللي بيحبكوا الحاجه يعني يحللوا ويحرموا ويعقدوا الدنيا وبعدين يربطوا في يونكات. في يونكات مين بس يا ابو الاساتيز؟ احنا بعون الله اي في يونكات قدامنا بنفكها. ربنا يفكها عليك ولا يضايقهاش. قول امين. امين يا حبيبي. كده بقى انت عديت من كشف الهيئه والانترفيو. فاضل تكه ونوصل يا جميل. ماما سهر. سلام. ايه ماما؟ بس يا سلام يا حبيبي، اذكر الله يا دنايا. يلا يا حبيبي
عايزاك تشوف ايه اللي لازم يتعمل في الظروف اللي زي دي واعمله. يلا يا ابني يلا ابوس ايدك، شوف اخوك التاني وتصرفوا زي الرجاله بالظبط. يلا يلا يا سلام يلا. بس يا سامي، بس يا سامي، بس بس الحمد لله على كل شيء.